اللهم اغفر لنا عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك اللهم لا تكلنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ولا تردهما علينا يا الله. مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم منشد الموصل. أنعم وأكرم بفرق الموصل الإنشادية التي صدحت بحب المحبوب صلى الله عليه وسلم، وكذلك بكافة الموضوعات الاجتماعية والوطنية، والتي نالت بجدارة عن رضا الجميع. ومن الفرق التي نالت على مسامع الجميع الرضا والقبول ألا وهي فرقة الأحباب. فأرحب باسمكم أجمل ترحيب بهذه الفرقة التي حلت علينا اليوم ضيفا كريما، فأهلا وسهلا فيكم جميعا أحبتي المنشدين، ولك الكلام حبيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتشرف بك أستاذ ياسين على استضافتنا هذا البرنامج المبارك، ونبارك الأمة الإسلامية على شهر رمضان المبارك. جعل الله هذا الشهر شهر خير وبركة، وجعله عتقا لنا من النيران. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا، أهل الموصل والعراق والعالم أجمع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نشكركم يعني على قبولكم دعوتنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وقبل الله منكم الصيام والقيام والإذكار وقراءة القرآن، اللهم آمين، وبركتم، بارك الله فيكم جميعا. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله مع فرقة الأحباب نكمل، وللحديث بقية لكن بعد الفاصل، فكونوا معنا. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأعمالي الرذيلة وأخلاقي الذميمة وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. فيا ذا الجود جد لي بمأمولي وقصدي، وخذ بي في نهوضي الطريق المستقيمة، وسدد لي وحقق مرادي وافتقدني، وروح مهجتي بالعطيات الكريمة. بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. فلي يا رب في فضلك المبذول رجوة،
وفي رجواك كم قد لقينا من غنيمة على باب الكرم والعطايا قد وقفنا على باب الكرم والعطايا قد وقفنا على باب الكرم والعطايا قد وقفنا وحسن الظن من فضلكم أقوى عزيما من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مع احبابنا فرقه الاحباب، جزاكم الله خيرا. دائما بدايه نذكر ونسال يعني احبتنا الضيوف الكرام عن بدايات الفرقه الانشاديه من المنشا والى الان، يعني بدايات الفرقه. حقيقه استاذ يعني بدايتنا كانت في العيش في المساجد وتربينا عليها منذ الصغر. حقيقة والدنا يعني حببنا لهذا الطريق وحببنا لهذا المجال وسعى خلفنا لقراءة القرآن وعلمنا كيف الأذان وعلمنا كيف يعني يكون الإلقاء. حقيقة يعني كان دعم قوي من قبل سيدنا الوالد ما شاء الله. فعند الصغر يعني كانت حياتنا بدايتها كان في الدورات الدينية وعن طريق المساجد. أي نعم، إذن هذه بداية صحيحة. أي نعم، فحقيقة يعني الدعم كان جدا كبير من سيد الوالد، فقال يعني نحن نريد أن نتطور فنجعلكم فرقة إنشادية. فهذا الأمر يعني ساعدنا وطورنا أنه من كانت تأسيس فرقتنا من 2003 وليا 2004 لحد الآن يعني. فهذه يعني ذيك الفترة ساعدتنا وقوتنا لهذا الوقت الحاضر. ما شاء الله. مشاركاتكم أيضا كان حقيقة مشاركاتنا في كانت في شتى المساجد، يعني خصوصا يعني يأتي مولد النبوي الشريف نروح نشارك ومهرجانات وإحياء ليلة القدر وشو اسمه. حقيقة في الدورات الدينية كان هم دائما يستدعونا وكان دعم كبير من قبل المصلين والناس لنا، وكان هنالك جماعات يعني يباركون لأصواتنا وحثنا لهذا الطريق السليم. أي نعم، وصلنا إلى هذا الحال إن شاء الله. إذن البداية عبر المسجد. أي نعم. والدورات الدينية وتعلم القرآن والأذان أيضا للمنشدين، لأن دائما يخبروني المنشدين نعم شلون نتعلم الإنشاد، ما هي السبل، كيفية تعلم الإنشاد. دائما أقول لهم التزموا دائما بالبداية بالمسجد. أي نعم، أكيد تربية أكيد المسجد أكيد لها دور كبير. نعم، الشخص روح المحبة والتعاون. نعم، والصبر. لأن طريق الإنشاد يحتاج له صبر. أكيد صبر وإرادة ودعم من قبل الناس والتشجيع، فهذا يطور المنشد ويخلي يجعل له روح للتقدم والتقدم إلى الأمام. ما شاء الله. وأنا لاحظت يعني من خلال حضور يعني دائما ممكن نحضر الاحتفالات. أينا. اللي تقيموها جنابكم الكريم أنت والفرقة، تأثركم دائما يعني بالأناشيد اللي دائما بها طور يعني خارج العراق، يعني خلينا نقول الحلبي. نعم. يعني هسه هذا يمكن كان يمني. إنشاد يمني. هذا إنشاد يمني، فتطور يعني. يعني حتى الكلمات. نعم. قريب من اللهجة اليمنية. نعم نعم. حقيقة يعني هو عدة دول يعني. طبعاً يعني هذا الكلام. قصدي هذه الأناشيد يعني هي لاقت محبة الجمهور. أكيد نعم.
وله تأثير كبير هذا، خصوصا في أحياء رمضان ويعني هل الاحتفالات المناسبات اللي جزاك الله خيرا أنت وباقي الفرقة. الله يبارك فيك. مشاهدين الكرام للحديث بقية لكن بعد الفاصل انتظرونا. سيد العرب وانت عيوني يا بنيتي عن كل إنسان، يا سيدا أهل الحجوني أهل الوفا والجود والإحسان. سيد العرب بكم مشاهدينا الكرام مع فرقة الأحباب. طبعا فاتني أن أعرف بأعضاء الفرقة فأنت أدرى مني. حقيقة باسمي وباسم فرقة الأحباب أعرف بنفسي أخوكم المنشد أحمد نبيل سالم وأخي عبد الحكيم نبيل ومصطفى وأخي أبو مصطفى. حقيقة نحن منشجمين
وفي هذه البرنامج الطيب المبارك. الله يحفظك. فحبينا أن نشارك وحبينا أن نعطي ما عندنا. شرفتونا والله وأنرتونا يعني بالفعل. الله طبعا دائما أيضا نسأل أنشودة أنتم دائما ترددوها بياناتكم خلال لقائكم وأعجبتم بها أشد إعجاب ودائما بالاحتفالات تأدوها. والله حقيقة لدينا أنشودة دائما يعني إحنا لازم نقولها، هي في حب النبي صلى الله عليه وسلم ووصف آل البيت، فهذه عنوانها الأنشودة بحبك وريدك. الله النبي صلى الله عليه وسلم من البداية مصري. أي نعم. إذا يا مصري أكيد. نعم. خليجي ومصري. أي نعم. يا رب الله يبارك فيك. نسمع إن شاء الله. إن شاء الله. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا أجمل هدية من رب البرية بكل الدنيا ليا يا جد الحسنين. ما هنت قمرها وانت اللي منورها ومفتح أسرارها يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبيبي وعيني أحمد ضيعني وانت الغالي علي يا جد الحسنين. وستنا البتول دعيون الرسول وستنا البتول دعيون الرسول نرجو منكم قبول يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. مشاهدينا الكرام أرحب باسمكم أجمل ترحيب بضيفي الحبيب الأخ المنشد الشاب صاحب الصوت الشجي الحنون أحمد الشافعي. أهلا وسهلا بك أخي الحبيب وتقبل الله منكم الصيام وكل عام وأنتم بخير والكلمة لك إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أشكركم وأشكر قناة الموصلية وأهنئ العالم الإسلامي والشعب العراقي ومدينتنا الموصل بقدوم شهر رمضان الكريم علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا شهر خير وبركة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وطبعا أنا أشكرك باسم القناة لقبولك الدعوة. تشرفنا يا مرحبا. وتحملك العناء. هذا واجب. الله يحفظكم ونسأل الله لكم القبول في الدنيا والآخرة أجمعين إن شاء الله. أحمد يعني خلينا نتكلم صراحة، أنت من المنشدين ما شاء الله اللي يعرفهم نشط ما شاء الله، دائما تحضر النوطة وتحضر الكلمات ودائما تفرع المنشدين وتبعث بالجروبات،
حتى من صار عندكم حفله بفرقه الجامعه، طبعا انت بالمناسبه مع فرقه جامعه الموصل للإنشاءات. يعني هذا الشيء نابع عندك من اي شيء؟ يعني هذا النشاط والحيويه ما شاء الله، خلي يسمعوك باقي المنشدين ان شاء الله. والله هي سبحان الله تجي من الهوايه ما شاء الله. والدافع انه هوايتي وامنيتي ان اكون منشد اسلامي ان شاء الله. الله. انا تعجبني هاي المدايح، ويعني من نعمه اظفاري يعني ما شاء الله. ايضا من عمامي الشيخ عباس ومحمود فاضل بن قارو هم كانوا بالانشاد وبال طبعا خلالك موجود ارق تحيه واطيب تحيه يعني يا مرحبا. ف بدايه النشاه كانت على الانشاد وعلى القران الكريم. اذا الدافع كان هوايه. هوايه نعم. ايضا طبعا اكيد من جانب شرعي، وطبعا نعم. هو له رساله ساميه نعم. مدح النبي صلى الله عليه وسلم وال بيته يعني دائما اقول هاي الشهاده انه احمد ما شاء الله دائما يتعب ويثابر الحمد لله. حتى من دون اي دعم ولا يريد مقابل، هو على الدعم ماكو دعم اكيد. فالانسان المنشد هو اللي يريد يصل الى غايه فلازم نعم. هو يثابر ما شاء الله حق، وهذا هو الصحيح طبعا. نعم. باسمك يعني انا اخاطب المنشدين انه ما ينتظرون دعم من احد، يعني لا لا. خلي يتعبون على هو نفسهم. يتعب على وهذا نفسه طبعاً. احمد امامكم مثال على المثابره، ونحن بعدنا مع الطريق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اذا هذا بداية. إذا الشطر الثاني أيضا أحب أنوه، أنت ما شاء الله أيضا لك اجتهاد ومثابرة من ناحية المقام، تريد تتعلم مقام دائما تخبرني، تسأل تخبر أبو زينب دكتور عبد الملك، تخبر معاك اليمك أهل المقام شيخ محمد سالم وتسأل على المقامات أيضا. هذا أيضا رسالة إلى المنشدين، لازم تتعلم. هو المنشد لازم يكون خبير بالمقامات بالتنقلات والتنزيلات الموصلية والأناشيد العامة، يعني لازم يعرف تراث مدينته اللي نعم. وصل ما شاء الله صيتا إلى كافة أنحاء المعمورة. نعم خصوصاً هي أهل الموصل، يعني ما شاء الله بأهل الإنشاد والفن، يعني هي هاي تراث. أين وصلت أنا بتعلم المقام؟ والله تقريباً أخذت المقامات الرئيسية ما شاء من الله. الشيخ رامز ما شاء الله. أيضاً أوجه له تحية في جامع الباشا وقتها. الله الله. وأخذنا بعض الأفرع، والآن حالياً إن شاء الله يمشي محمد سالم كمل. ان شاء الله كمل عنده وما شاء الله استاذ ما شاء الله عليك. والله انا يعني احسدك على هذه الهمه اللي عندك ما شاء الله. الله يوفقك اجمعين ان شاء الله. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك وتبلغ ما تتمنى اجمعين ان شاء الله. اذا الان الفروع انت ما شاء الله تبدع شوي شوي ان شاء الله. زين نريد شوية سمعنا من يا مقام مثلا جميل. والله ناخذ تنقلات بالنهوان ان شاء الله. اسمع شوي ان شاء الله ان شاء الله. نوح الحمام على الغصون شجاني الله. نوح الحمام على الغصون شجاني وراء العدو صبابتي فبكاني يا سلام. إن الحمام ينوح من ألم وأنا نوح مخافة الديان الله الله. أعصيك تسترني أنساك تذكرني في كل نائبة يا الله يا الله. أعصيك تسترني أنساك تذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني.
والحجاز حبيب صلى الله عليه وسلم فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض محمد في السماء أحمد عند الإله محبوب وله بطيبة روضة من زارها نال المنى نال المنى وأتى له المطلوب. جزاك الله خيراً، ما شاء الله الانتقالات، يعني ممكن تعدد لنا على السريع؟ البيات والحجاز والعجم الله ختمنا من البيات. الله الله، جزاك الله خيراً، وأعيد وأكرر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك أجمعين إن شاء الله في مسيرتك الإنشادية والتعليمية أيضاً، الحمد لله، وفي أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. شكرا لك أخي الحبيب. مشاهدينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل، فكونوا معنا. وعدنا معكم مشاهدينا الكرام مع فرقة الأحباب اللي مكلفناكم. لا أستاذ، الله يبارك إن شاء الله خيرا. نحب بعد نسمعكم أكثر أكيد وأكثر. إن شاء الله، يعني نشدت اليمني الخليجي المصري. نعم. أسعد دور الحلبي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى فرج الله عن سوريا. اللهم آمين، اللهم آمين. صلوا على الهادي صلوا يا سامع صلي عليه يا القاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على هادي صلوا يا سامع صلي عليه يا القاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه ولما بتوصل للبقيع سلم عالصاحب جميع ولما بتوصل للبقيع سلم عالصاحب جميع هم الكانوا خير رفيق القمر ونجم حواليه أمانة سلم لي عليه الهادي صلوا يا سامع صلي عليه يا القاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه أقول له يا أغلى الأحباب عبيدك وقف على الباب أقول له يا أغلى الأحباب عبيدا وقف على الباب خايف من له مو عذاب خايف من له مو عتاب تكرم تشفع بنظرة إليه أمانة سلم لي عليه هادي صلوا يا سامع صلي عليه يا القاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه وفي الرضا أدي السنة وتشعر إنك في الجنة وفي الرضا أدي السنة وتشعر إنك في الجنة
أو ربك صاحب المنة، اركع وسجد بين إيدي أمانة، سلم لعلي الذي صلوا أسامع، صلي علي يا القاصد لما تصلوا أمانة، سلم لي علي أمانة، سلم لي علي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يوصل سلامك. اللهم آمين رب العالمين. سلام فرحة الأحباب. اللهم آمين، نجعل لنا زيارة عنده إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، الجنة إن شاء الله. بوركتم أحبتي الكرام، مشاهدينا انتظرونا إن شاء الله للحديث بقية، لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مع فرقة الأحباب. إياك الله أستاذ. دائما أطرح سؤال حول دعم المنشدين في الموصل، كيفية الدعم للمنشدين في الموصل وخاصة الفرق الإنشادية التي تهتم بإحياء تراث مدينة الموصل ونقل هذا التراث وإظهاره بصورة جميلة إلى العالم وخاصة في الوطن العربي. أكيد. فما هي سبل؟ حقيقة نطالب المسؤولين أو مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الشأن الاهتمام بالدعم والفن الإسلامي الهادف، وتقديم الدعم المعنوي والمادي للارتقاء بالفرق الإنشادية. إذن طبعاً يعني هنالك أيضاً عدة سبل أخرى. مثلاً إحنا ما يعني أنا ما بس أريد دعم مادي ومعنوي، يعني خلي يوفرونا مثلاً أماكن نقيم بيها ورشات عمل. أكيد نعم، هذه نتعلم بيها مقام، نتعلم بيها مقام. نعم ولو نعم الرئيسية. أكيد أيضا نعم. كان اللي سبقك ذكرنا أنه يريدون مثلا رابطة للمنشدين. والله نحن نشجع عليها هذه يعني، ونحث يعني أن يدعمونا بها هذا. أيه. في هذا الناشئة رابطة، رابطة كل المنشدين. نعم أيوة نحن يعني والله كانت خطوة من الوقف السني بالمولد النبوي الشريف. نعم. عندما وضعوا جدول. نعم. لتوزيع الفرق الإنشادية في الموصل. صح. لإحياء المولد النبوي الشريف وتوزيعه على كافة مساجد الموصل، كانت مبادرة جميلة. أكيد. نعم. لكن لم تثمر على ما بعد المولد النبوي الشريف. نعم. يعني ما انطت ثمرتها، يعني خلاص انتهى المولد وبعدين انتهى كل شيء يعني، بس نحن ما نريد هذا الشيء يعني يظل على هذا الحال. المفروض كان يكون دعم للفرق، نريد من دائما لقاء موحد للفرق. نعم. يثبت بجدول. نعم. دائما ولو حتى بس للتدريب. نعم، نتمنى ان يكون هذا يعني ويوصل صوتنا من قبل قناة الموصلية، ويكون يجعل له يعني هذا الكلام اهتمام كبير في قلوبهم ويدعمونه. أكيد. اهم شيء الدعم لنا. زين الان انتم ايش تحتاجون يعني؟ اجهزه عندكم بالفرقه من والله تطلعون بالحفلات عندكم؟ كل شيء بس غير الدفوف. ما شاء الله. بس غير الدفوف يعني فقط من تطلعون بالمسجد على اجهزه الجامع. اكيد نعم. طبعا هذا ما يكفي لان اجهزه الجامعيه باختصاص للخطبه ولقراءه القران. نعم. انتم تحتاجون مثلا اكثر من مايكروفون، تحتاجون مثلا استولات نوطة، هاي كلها يعني والله هاي مطلوبة الأشياء. هاي أكيد مطلوبة يعني الفرقة إذا ما مكانوا مش ستاندات لواقط. نعم. جهاز كل يعني خلينا نقول الجهاز المكسر بكافة محتويات. نعم نعم نعم. أيضا يعني أتمنى أنه أيضا هنالك دورات لكيفية تعلم ضرب الإيقاع والدف. نعم. هاي مسألة مهمة أيضا. أكيد نعم. لأنه أيضا أنا أعتبره يعني هذا علم. صح. يعني هنالك حتى التسميات خاصة بالإيقاعات، يعني هنالك الجورجينا، البلدي، الملفوف. نعم. يعني خاصة ولو هذه الرئيسية اللي نستخدمها بالإنشاد. أكيد نعم. بعد إيش تحتاجون؟ والله نحتاج يعني حتى نوصل يعني صوتكم ولو يسمعونا المسؤولين على هذا المجال، زي مثلا ألبسة، زي موحد للفرقة. وانتم ما شاء الله والله ازاي الله شاء هذا شيء يعني دعم اكيد اكيد يعني. يعني هذا الدعم يعني قديم عندنا، فاللي تلف واللي ذهب فنحن اراده اكيد يعني دعم. نعم ما
من اللي هم الأمر أن يدعمنا في ملابس وفي أصوات وفي أجهزة صوت وفي مثل ما أقول تطور في الأجهزة مثل الأوركا ومثلًا الطبلات اللي موجودة حاليًا في الفرق الإنشادية. الصوت الجديد اللي يجيكم شلون تستقبلوه؟ يعني مثلًا توجهوه إلى أن يعمل مثلًا شيء معين، يتدرب على يسمع، يتدرب على المقامات، يسمع كثير حقيقة مثلاً. هي بداية أكيد لازم أن يكون من السمع واحد أول ما يبدأ، إذا له قابلية للإنشاد أن يسمع، فهذا السمع له تأثير قوي على نفسه حتى لكي يطور نفسه ويطور حاله حتى يجعل له فرقة ويكون محبوب ومدعوم من الناس. زين، أسأل سؤال أخير، شلون كونتوا هالمجموعة؟ يعني كان لقاء حقيقة، يعني نحن شباب من الجامع حقيقة، فأتعرف الجامع حقيقة أول جامع أذكر من جامع المتقين. ما شاء الله. في أي منطقة؟ في منطقة شو اسمه، في النبي يونس. ما شاء الله. القريبة جامع المتقين. جامع المتقين في قراج الشمال، أو حقيقة نحن كنا ثلاث أفراد أخوة. ما شاء الله. واستمرت الأيام واستمرت السنوات، فأتت إلينا أصوات جميلة وظهرت نفسها فانضمت إلينا إلى الفرقة، والآن أصبحنا 10 أشخاص. ما جبناهم كلهم، ولكن يعني حسب الظروف اللي أتتنا، فما طاق منهم الاعتذار ومنهم اللي حب أن يأتي. ما شاء الله. يعني هم كلهم لحد الآن ينشدون معكم؟ موجودين. نعم موجودين، مستعدين يطلعون بالاحتفالات، مستعدين بأي وقت يخرجون معنا ويدون اللي عليهم. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. كلفناكم اليوم. لا أستاذ، الله يبارك فيك. إن شاء الله خيرا. كلفناك وتعبناك معانا. الله يرضى عنك. الله يحفظكم إن شاء الله. نجعل هذا في ميزان حسناتك. التوفيق في الدنيا والآخرة. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله انتظرونا نكمل بقية الحلقة مع فرقة الأحباب. ياك الله أستاذ. أحبابنا فرقة الأحباب. فكونوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم منشد الموصل، وكنا قد استضفنا اليوم فرقة الأحباب فجزاهم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في قابل أيامهم وفي مسيرتهم الإنشادية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن أحبابنا فرقة الأحباب الصيام والقيام، وأن يديم علينا وعلى مدينتنا وعلى عراقنا الحبيب نعمة الأمن والأمان، إنه على ذلك قدير. باسمي أحييكم مشاهدينا الكرام، وأتمنى لكم صياما مقبولا، وألقاكم في حلقة مقبلة من برنامجكم منشد الموصل مع محبكم ياسين الفيصل. ختاما معكم حبيبنا أحمد، أنت وجماعتك، فاشرح اكيد هسه راح يسمعونا عراقي، يعني يمني وخليجي ومصري وحلبي، فلازم نرجع على العراقي اكيد، لازم هو الاصل. الله يحفظكم، فان شاء الله الختام معاكم نسمع العراقي. محمد صلى الله عليه وسلم. كف الملام فإنه يؤذيني، هيجت وجدي بل أثرت شجوني، الله ما زلت تلقى ظهور يا ماجد، حتى ولدت بليلة فاستبشرت أم القرى في صبحها الميمون، والله يا رايحين المحمد، والله يا راحين المحمد، وصلوا سلام بليل الغالي. الله
صلى عليك الله يا أشرف خلقه، ما ناح طير فوق الغصون يا طه لك قد نسيل وجه من نور من نور. قبل آدم خالقك ربي يا بويا من النهار من النهار من النهار. أنا دخيلك يا رب العرش من النار بيوم الوالدة تعوفل إلا بيوم بيوم الوالدة تعوفل. من واد العقيق من واد العقيق النوق حنات واشتمت رياح الهاشمية يا بوي حنات حنات يا طه لك الناس تعنات تعنات ويرجون الشفاعة بيوم العالم إلا بيوم العالم تحشر ضحاها. يا برطولامي بلغ سلامي، يا برطولامي بلغ سلامي لأحمد محمد خير الأنام. يا برطو يا برطو لامي بلغ سلامي، يا برطو لامي بلغ سلامي لأحمد محمد خير الأنام. يا برطو لوحي فوق السطوح، يا برطو منهم محمد صار صواب، واللي يحب النبي تحرم عليه أهنها. يا برطولامي بلغ سلامي، الله يا برطولامي بلغ سلامي وأحمد محمد